يا أخي لا تخلي ضيفك معلق. إيه؟ اسمحوا لي في هالنقطة. خذ راحتك. سؤال جميل. تفضل. الآن الأسر تختلف. أسر إذا أذن المغرب وضعت كل شيء. وهذا طبعا أنا ما أيده لا صحيا ولا دينيا. صحيا لأن المختصين في الأطباء يقولون المعدة تكون خالية فينزل عليها الطعام دفعة واحدة وهذا يكون في ضرر. هذا كلام مشهور معروف للأطباء. دينيا أنك سوف تتخلف عن صلاة المغرب. أيه. صلاة المغرب 10 دقائق وستقام وانت يبغالك هنا يمكن 15 دقيقة. الأمر الثاني لما تدعو أناس على الإفطار لا تعلقه. أيه. شلون هو ما يدري شو نظامك الحين. انت حاطة الآن قهوة وحاط تمر 3 أنواع وشربة وسمبوسة والقيمات، وعلى أن المفترض القلطة الأولى والأذان المغرب ما يكون إلا التمر والماء. أحسن. يمكن القيمات بسيطة. فالآن ما أدري أنا أخذ راحتي، ما أدري في شيء بعد الصلاة ولا هذا كله أسلم وأكرم وأمشي. فينبغي للمضيف إذا كان عنده الدفعة الثانية وهو المفترض حتى ضيفانك يأخذون راحتهم وزوارك ومن دعيتهم أن يكون بعد صلاة المغرب. والله الحمد في هذه البلاد بناء على فتوى المفتي أن الأذان العشاء بعد ساعتين من أذان المغرب. فيا أخي لما أذن المغرب وبدأ يأكلون تقف مباشرة تقول يا جماعة ترى فطورنا بعد المغرب، ترى فطورنا بعد المغرب. حتى أنا أقدر الآن أخذ كفايتي فقط، أخذ لي حبتين تمر 3 تمر يمكن حبة القيمات فقط وارجع. لكن أحيانا الإنسان معلق ما أدري هو يواصل ولا ما، فنقول للمضيف بين. أو إن كان هذا نظامك اللي أنا ما أحبه وكثير من الناس وطرحته في مجالس بحكم أني باحث في موضوع المناسبات وهذا، وسوف يصدر فيه كتاب بإذن الله، ما شاء الله كما شرع لي الأخوة اللي هو أحكام الضيافة. فكثير من الناس ما يحب إذا دعي إلى الإفطار أن توضع السفرة كاملة، لكن إن وضعتها، لأن أحيانا النساء هم اللي يضغطون ما يبون دورين وشغلة، يبون دفعة واحدة يصلون المغرب وهم يمشون، يمشون الناس. لا نقول قل ترى يا جماعة هذا فطورنا، يعني خذوا راحتكم، ترى عندنا المسجد يتأخر شوي، خذوا راحتكم هذا فطورنا، حتى الواحد يعرف يأكل ياخذ راحته. الأمر الثاني لا تخ